مدام صفا، الو، اهلا بيكي، اتفضلي. انا كنت عايزه اسال سؤال للشيخ. بس انا بابا سابني من وانا عندي 4 سنين، فبعد كده رجعت له وانا عندي 18 سنه. عشت معاه فتره كبيره، بعدين طردني. بعد كده ليه طردك اسال يا بابا؟ عليه. ما تفهمينا بس اللي بابا في النص كان ايه يعني سابك، انفصل عن مامتك؟ هو انفصل عن ماما وسابنا فتره كبيره لحد ما انا تميت 18 سنه. خدك هو اللي خدك بقى؟ ماما خدتني وعشنا معاها، احنا 3 بنات. بعد كده جوزت بنتين، فبعد كده انا رجعت له اعيش معاه وانا عندي 18 سنه عشان ربنا وكده. بعد كده هو طردني من البيت. ما استني مش يا عارفه بابا، بس ليه. بعد اذنك اسمها صفا. يا صفا استني، لما وصلتي 18 سنه بابا هو اللي رفع قضيه وقال انا عايزك، ولا ماما اللي لا، قالت انا يلا؟ رحت من نفسي، انا رحت من نفسي، اللي هو رحتي؟ انا اللي رحت عشان خاطر عقوق الوالدين وكده، يعني تمام اشوفه كبر فاخدمه وكده يعني. تمام بس وبعد كده هو قعدت معاه 6 شهور، وبعد كده طردني من البيت عنده خالص. ليه يا طردك صفا؟ ليه؟ من غير سبب، هو لقيته طردني كده من غير سبب. صوتك بيعلى، مش عارف ايه، حاجات انا مش بعملها يعني. بابا صوتك متجوز؟ بيعلى. لا، ما كانش متجوز، كان عايش لوحده. طب هو مريض؟ هو بيحب يعيش لوحده، وماما كانت دايما تقول ان بيحب يعيش لوحده، بس انا قلت اروح اشوف ده فعلا ولا لا. بس بعد وبعد كل كده ده مشيت. خلال ال 18 سنة يا صفا، من 4 سنين ل 18 سنة، كنت بتتعاملي مع بابا ولا كنتم مقاطعين بعض خالص؟ لا، كنا مقاطعين بعض خالص، ما بس انا طبيعي. حسيت ان انا عايزه اروح اشوف بابا فعلا، اللي هو وحش ده ولا لا، ده بابا كويس. ده حتى لو وحش هو بقى، وحش من كلام ماما يعني، ولا انت عشان يعني حاجه زي كده يعني. ماما فضلت تقول لا، ده بيحب يعيش لوحده ومش عارف ايه طب وفي الفترة دي كان بيصرف عليك وبيسأل عليك، خالص خالص. ولا مفيش بيصرف اي ولا حاجه بيسأل؟ من الكلام ده، مفيش بصي اي يا حاجه. صفا، هقول لك على حاجه، بس حتى لو بابا حلو، القطيعه اللي بقالها 14 سنه كفيله ان هي تخليه وحش وتخلي عندك استعداد تشوفيه وحش. ال 14 سنه دي يدفع ضريبتها والدتك ووالدك الاثنين، واذا كنت انت خايفه من موضوع العقوق فلا عقوق انا عليك. عايزه بس اسال حضرتك سؤال بسيط. اتفضلي يا بابا. هو انا سبته بعد كده، وبعد كده كنت بسال عليه في العيد الاضحى، فعمتي ردت عليا قالت لي مات ودفنوه من غير ما يقولوا لي ان هو مات. فانا عايزه اعرف هل كده انا هتحاسب ولا ايه بالظبط. طب يا حبيبتي ما تعيطيش. طيب يا صفا، عايز اعرف يعني انا عند ربنا كده ايه اللي هيحصل لي بالظبط. حاضر يا بابا، حاضر. ماشي، شكرا شكرا. عفوا يا حبيبتي. طبعا. بص يا استاذه لمي، اللي احنا بنتكلم فيه ده مش خروج عن اطار الدين، اللي احنا بنتكلم فيه ده مكايده، مكايده من اهل ابوها عندا في الابناء والام. والذي سيتحمل هذه الضريبه مش الصغيرين دول، مش الاطفال الصغيرين ما يعرفوش حاجه، دول اللي هيتحمل الضريبه الكبار. يعني ايه يبقى انا ابويا ميت وانا ما اعرفش حتى لو احنا بينا وبين بعض ايه؟ العقوق يا أستاذة لمية لا يأتي صدفة، العقوق له مناخ. ممكن تلاقي الجدة تقول لجوزها مراتك مش كويسة وعيالك مش كويسين، وتفضل تسخن في 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 الزوج فيكره أبنائه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا لا ندعو أبنائنا ربما توافق ساعة إجابة. صحيح. البنت بعد 14 سنة، وطبعا يعني تخيلي كده، اتنين انفصلوا، الدنيا ما قامتش، يعني القيامه ما قامتش لما اتنين يتفصلوا. على فكره ما حصلش حاجه، ما بقيناش اعداء على فكره، مش لازم لما نقابل في ناس بعض منفصلين وعايشين يعني عايز علاقتهم اقول لك ببعض يعني علاقه عايز طيبه اقول لك جدا. بلغه العصر، مش لازم لما ننفصل نعمل لبعض بلوكات على الفيسبوك، بل بالعكس نفضل اصدقاء ونتابع الولاد لان هم في عودتنا. بينا شركه حضرتك، بينا شركه، يعني انت مذيعه راقيه جدا، اتنقلت من كذا قناه، لما بتروحي قناه جديده بتجتمع على القناه الثانيه؟ لا طبعا ابدا. ليه؟ كان في عشره. كذلك أنا بيني وبين زوجتي عشرة، اختلفنا لسبب ما، انفصلنا، بينا شركة وعشرة ده الأولاد. مش كل الناس بتفهمه يا فضيلة الشيخ، يعني لازم ناس يفهموه. كتير جدا تقول لك هو احنا يعني احنا واحنا بنتطلق كنا مبسوطين يعني بنضحك، ما احنا كنا مقطعين بعض. يا ست الكل الغالية، قليل قوي بقى الناس اللي بتبقى يعني قادرة مش تفهم هحمل الدين كويس ده. قوي. ليه مش هحمل الدين ده؟ لأن قبل ما يجي الدين عبد المطلب اللي هو جد سيدنا النبي كان بيراعي أبنائه قوي، فلما عبد الله ابنه اسمه طلع بانه هيذبح، عاطفه الاب قالت لا ابني ما يتذبحش. طب يا اخوانا شوفوا لنا حل يا جماعه، يا كهنه يلي في معبد الاوثان، انتوا هم بيعبدوا اوثان بس، تخيلي هم كفره بس هو اب، بلاش ابني يتذبح، بلاش، اعملوا لي مساومه.
ففدى ابنه ب100 جمل وهو كافر. الدين ما جاش يقول لنا دول ولادكم، الدين جه يقول لنا في ديكورات بقى تعملوها وانتوا بتربوا الولاد. فاللي بيحصل ده ليس نتيجة الدين فحسب، ده مجتمع. يعني ايه عمه بتخبي على اولاد اخوها ان ابوهم مات؟ صعب. دي مكايده، دي اصبحت مكايده. هجاوب على صفا. يا صفا، اذا كان في نيتك بر بابا ادعي له وترحمي عليه وقولي يا رب سامحني وان شاء الله لا ذنب عليك. وهقول كلمه صغيره، اتفضل. لما اكون انا مسافر بشتغل او حد مسافر يشتغل وابوه او امه يموت ويدفن وهو مش موجود، مش لازم ارجع اتخانق. انا مش هخش النار لان ابويا اتدفن وانا مش موجود. اي نعم في حزن، لكن مش معنى كده اني متجاهلك، لان اكرام الميت دفن طبعا ما مش هيستنوه ده مسافر. في الارياف بنشوف مشاكل بقى. واحد خلوه قاعد لحد ما ارجع طبعا، او واحد يقاطع عمه او خاله لانه قال لا هندفن وما يجي براحته. اقول له يعني كان عدم ولاده؟ لا ما عدمش ولاده، بس احمد ربنا ان في حد اكرمه وانت مش موجود. بس انا عايز اقف معاكي في المشهد ده. تخيلي البنت اللي لسه طالعه دي اللي كان عندها يعني فكره ان هي عقت ابوها، لما تعرف ان عمتها عملت كده هتطلبي منها انها تصل رحم؟ ما هو دي حاجه تانية بقى. يعني تخيلي ده دي حاجه تانية بقى.